ذلك أكد الطهاة المشاركون من مملكة البحرين ودول الخليج في فعاليات المنتدى العالمي التاسع لسياحة الطهي 2024. أكدوا أن هذا المنتدى يشكل خارطة الطريق للكشف عن مواهب الطهاة الخليجيين ونقل ثقافة المطبخ الخليجي إلى العالم. ثقافات عالمية متخصصة في مجال الطهي التقت في مملكة البحرين لتتبادل الخبرات في هذا العالم وتنقل ثقافة مطبخ كل بلد من خلال الطهاة المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لسياحة الطهي، والذي اختتم أعماله بإقبال كبير ولافت. طلعنا من المنتدى بتوصيات، وراح يكون عندنا محتوى نبني عليه للنسخ القادمة بإذن الله. وعندنا احنا ايضا في اقليم الشرق الاوسط اعلن امس امين عام منظمة السياحة انه سيكون هناك نسخة اقليمية قد تبدأ من سلطنة عمان. الشيف الخليجي سواء كان امرأة او رجل يكمل الصورة النمطية للسياحة في البلد. المنتدى يهدف إلى تعزيز قدرة البحرين التنافسية في رفع مستوى الوعي حول ثقافة الأغذية والمشروبات الغنية والتعاون لرفع مستوى سياحة فن الطهي على مستوى العالم، ويتوافق هذا التوجه مع أهداف الاستراتيجية السياحية 2022-2026 التي تسعى إلى تحويل البحرين إلى مركز سياحي إقليمي وعالمي رائد. المنتدى سياحة فن الطهي مهم جدا، وسعيدين بأنه البحرين استضافته على مستوى عالمي في أكثر من 500 مشارك من أكثر من 50 دولة. المملكة العربية السعودية والبحرين والخليج بشكل عام مقبلين على نمو كبير جدا في هذا المجال. هذا المجال يقدر اليوم بتريليون دولار كحجم اقتصاد، ومتوقع أن ينمو إلى 4 تريليون بعد 10 سنوات من الآن. تأتي إقامة منتدى عالميا للطهي في مملكة البحرين ليخلق فرصة لتبادل أفضل الممارسات بين المشاركين، مما يجعل المملكة وجهة مرغوبة لعشاق الذواقة وفن الطهي في جميع أنحاء العالم، لما لها من تقاليد طهوية متنوعة تعكس تراثها الغني. الشيفس البحرينيين أيضا اللي شاركوا وقدموا أطباق من إبداعاتهم ممتدة من الثقافة البحرينية. صراحة يعني مثل ما نقول بالبحرين بيضة ويهنا، فقدموا أشياء جدا مميزة بأسلوب جدا حلو ونالت استحسان الجميع ولله الحمد. المؤتمر هذا كان فرصة جدا جميلة بالالتقاء بالشيفس والمواهب الموجودين البحرينيين والدوليين في نفس الوقت، وكانت فرصة بنفس الشيء بالتعرف على الحاجات اللي مملكة البحرين قاعدة تسويها للارتقاء بالمجال وفي مجال السياحة بشكل عام في البحرين وفي الخليج بشكل عام. تشرفت بوجودي هنا ألتقي شيفس من كل دول في العالم، فكان فرصة سعيدة أن أطبخ أكل بحريني وأقول القصص وراء هالأكل، فوايد استانست بهالخبرة. هذا الحدث العالمي المرموق حط رحاله على أرض المملكة هذا العام، حيث المنصة المثالية لتقديم حلول مبتكرة لتعزيز سياحة فن الطهو وتسليط الضوء على الذواقة الاستثنائية في مملكة البحرين. فن الطهي هو رمز للهوية الثقافية لكل بلد، فجاء هذا المنتدى ليسلط الضوء على خبراء الطهي البحرينيين للترويج للنكهات البحرينية وطرق إبرازها لمختلف مدارس الطهي العالمية، خصوصا وأن الطهاة البحرينيين يمتلكون خبرات عميقة في مجال الطهي على مستوى العالم. فجاءت هذه الفرصة لمحبي فن الطهي ليقدموا خلاصة خبراتهم في هذا المجال. خلال